It's now time for our break. Get your homeworks out. Is it okay enough enough. النهارده يا جماعه عندنا درس مهم جدا جدا والدرس دوت لمدرسين اللغه الانجليزيه. لو انت عايز تخاطب الطلاب بتاعك باللغه الانجليزيه في الفصل الدرس دوت عشانك. السلام عليكم، انا جيمي وانا ندى. النهارده الموضوع بتاع النهارده هيتعلم فيه ازاي تستخدم اللغه الانجليزيه كمدرس لغه انجليزيه في الفصل. النهارده معانا شويه تعبيرات كويسين هيساعدوك انك تتكلم انجليزي مع الطلاب بتاعك بفصاحه، صح ولا غلط؟ صح. يلا نبدا. Good morning class. Good morning class. طبعا كلكم عارفين Good morning class. طبعا لما تخش الفصل لازم ايه تحيي الطلاب وبتاع، فممكن تقول Good morning class or Good afternoon or Good evening. طبعا ده بيعتمد على ايه؟ على الوقت بتاعك. فعشان كده طبعا التحيات مهمه جدا جدا، فاستخدم تحيه لما تخش الفصل. How is everybody doing today? How is everybody doing today? طبعا ديت عباره مهمه جدا جدا عشان تسال الطلاب بتوعك هم عاملين ايه، فممكن تقول لهم ازيكم او how is everyone or how is everybody doing today. طبعا ديت تحيه كويسه جدا جدا، واحنا طبعا لما كنا في المدارس كل دايما كل مدرس بيخش لازم بيربط التحيه دي عشان كله يتحيى وبتاع، فصدموها. Please. انا عايز اقول ديت. Please get to your seats. Please get to your seats. انا عايز اقول ديت تاني. Please get to your seats. معناه ايه؟ يعني طبعا كل واحد يقعد في مكانه في المكتب في ايه؟ في المقعد بتاعه عشان نبدا الدرس. Let's get ready. Let's get ready for our lesson. Let's get ready for our lesson. معناه ايه؟ احنا دلوقتي هنبدا ايه؟ الدرس بتاعنا، فطبعا كلكم استعدوا عشان تبداوا الايه؟ الدرس. Please. No. أقولها ليه؟ Please raise your hand if you know the answer. Please raise your hand if you know the answer. Please raise your hand if you know the answer. معنى ايه؟ ارفع ايدك لو انت عارف اجابة السؤال. A good answer or That's correct. وبعدين good answer or that's correct. طبعا ممكن تستخدم ديت لو حد اجاب على السؤال بطريقه كويسه او حد اجاب على السؤال صح، تقول له ايه good answer or good job or excellent or well that's done. That's correct. Right. Please bring your books out. Please bring your books out. معناه ايه؟ حطوا الكتب بتاعتكم ايه من الشنطه، حطها قدامكم عشان نبدا الدرس. Please bring your books out. ابدا. Okay. Let's turn to page 1 or 2 or 3. Let's turn to page 30. معناه ايه؟ يعني ايه؟ تعالوا كده نبص على صفحة 30 أو صفحة 40 أو صفحة 50. Let's turn to page 1. Let's turn to page 5. Let's turn to page 100. Good job. Put your homework on your desk. Homework. Time for homework. ده مهم جدا جدا بقى موضوع homework. Put your homework on your desk. Put your homework on your desk. يعني حطوا ايه الهومورك بتاعك قدامكم عشان نعلم بقى وبتاع مش عارف ايه. Put your homework on your desk. It's time for a break. It's time for a break. معناه ايه؟ ده وقت الايه؟ الفسحة. ويعتبر كده وصلنا لنهاية الدرس. طبعا في تعبيرات كتيره جدا جدا ان شاء الله انا وانا ان شاء الله بنحاول نغطيهم في الحلقات الجايه. بقول لك يا انا عايز اخلص الدرس بقى. فطبعا انا وانا بنحاول نخلصه في ايه في الحلقات الجايه ان شاء الله. اتمنى يكون الدرس عجبك. ما تمشيش من غير ما تعمل لايك عشان تشجعني وتشجع ندى عشان نعمل لكم فيديوهات كتيره جدا للمدرسين ازاي تستخدموا اللغه الانجليزيه في الفصل. Thank you so much for watching. Thanks for watching. And make sure you subscribe. See you next time. See you next time. I know.